بسم الله. اليوم نحن في بث مباشر من الجزء التاسع من هذه السلسلة. اليوم احنا في الجزء التاسع من هذه السلسلة، كيف انقلب المحتجزين في تيندوف من حجر في صباط المغرب إلى مسامرة في صباط الجزائر، وكيف أن سبب هلاك الجزائر هي الصحراء الغربية، وكيف سيمكن الله هؤلاء المحتجزين في تيندوف من تمكينهم من تحرير الصحراء الشرقية وإعادتها إلى وطنها الأم المغرب، وبذلك نطلق عليهم مخيمات العز والكرامة. هذا في هذه السلسلة التي نتابعها اليوم، احنا في هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة. وما أدرك ما كلمة تسعة في اللغة وفي القاموس العربي؟ أن تسعة اقترب الوعد الحق، أن هؤلاء المحتجزين سيقومون بتحرير الصحراء الشرقية وإعادتها إلى وطنها الأم المغرب معززين مكرمين، وبذلك نطلق عليهم مخيمة العز والكرمة. وكيف أن مشكل الصحراء الغربية سيكون هو سبب هلاك الجزائر، وكيف أن الجزائر تمادت في ظلمها وطغيها وغيها في جارها المغرب، وأن الظالم سينتقم منه الله طال الزمن أو قصر، أن الظالم لوعدنا الله في السنان الكونية أن الظالم لا بد أن ينتقم منه الله. نتمنى هؤلاء الجزائر أن يرجعوا عن غيهم وعن ظلمهم، وأن يرجعوا إلى رشدهم وإلى حضن وطنهم، وأن يسمعوا إلى صوت شعبهم، وأن يسمعوا إلى صوت الحق وإلى نصائح كل الأخيرين من العالم. هؤلاء الجزائريين خاصة المبردعين منهم، لقد أصبحت مشكلة كبيرة من الجزائريين مبردعين لدرجة أنهم بدأوا يصدقون الخرافات والخزعبلات التي تقال لهم. كنا البارح في لايف بث مباشر، وكنا في حوار أخوي ما بين المغاربة والجزائريين، كل يقول هذا يقول نحرر الصحراء الشرقية، والآخر يقول نحرر وجدة ونحرر كذا وهذا إلى آخره، ولكن غادي بشكل يعني رغم ذلك يعني شكلنا كنشوف بشكل أخوي، هذا مجرد هذا نزاع تكتوكي لا قل ولا أكثر. حتى طلع أحد المبردعين فقال أن سبب المشكل ما بين المغرب والجزائر هو التطبيع، والتطبيع هذه 4 سنوات أو أقل باش بدا، يعني ما كاينش 4 حتى 3 سنوات. ونسى المشكل أن هؤلاء هم من يسلحون ويمولون ويساندون جماعة مسلحة تهاجم المغرب بالسلاح، وهم عبر المنابر العالمية يعطيوا الرشاوي لشراء الضمائر ضدا في وحدات المغرب. كأن المشكل بدأ هذه 3 سنين منذ التطبيع، وكأنهما من اللي ما مطبعين هم ذهبوا يحرروا فلسطين. ما هذه الخزعبلات؟ هذه لم تبقى، هذا الخزعبلات لم تبقى تنطوي على احد ابدا. هذه الخزعبلات ما بقات تنطوي على احد ابدا، ان سبب المشكل ما بين المغرب والجزائر هو التطبيع. وكأن لماذا لم تعاملوا فرنسا اللي هي اكبر مطبع، ما عاملتها كيف تعامل المغرب مثلا اذا كان المشكل هو الطب؟ لماذا لم تعاملوا امريكا او انجلترا او روسيا او تركيا او اي دوله من المطبعين مثلا اذا كان المشكل هو التطبيع؟ هل المشكل هو بدا احنا ننفرد ان هذا التطبيع بدا؟ شحال هذه التطبيع؟ يعني 3 سنين يا سيدي. المشكل انتم تعادون هذه اكثر من 50 سنة، يعني منذ أن يعني تم لمدينة تواجهون وتسلحون جماعة إرهابية تهاجم المغرب وتساندوا، وتقولوا أن المشكل بدأ مع التطبيع. ما لاش هلات هاد الطرهات؟ واش هاد الطرهات بقى كنطوي على حد؟ لم تعد تنطوي على أحد أبدا هذه الطرهات. أنت قولوا إحنا نعاديكم أنكم إحنا عدو لكم أنتم عدو لنا، قولوا صراحة أقدر مقبولة منكم. أما تقولوا للتطبيع، هل نأيتنا إحنا مدانا؟ هل الشعب المغربي يخرج يوميا من أجل غزة؟ هل خرجتم يوما ما؟ هل خرجتم يوما ما؟ لماذا هذه الترهات؟
قولوا أنكم تعادون لأجل العدوى أو لأجل من سماكم وحطاكم ووصفكم حتى تعادون المغرب هذا العداء المستمر دائما. ولكن ماذا ستجنون؟ راه الظالم لابد أن ينتقم منه الله عاجلا أم آجلا، لابد الظالم أن ينتقم منه الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا، كونوا على يقين. هذه سنة الله في الكون، هذه سنة الله في الكون لابد منها، كونوا على يقين أن هذه سنة الله في الكون، لابد من سنة الله في الكون أن تسير بالشكل التي هو مهيئ لها. أن الظالم دائما يكون تدميره في تدبيره، كونوا على يقين هذا، له في تدبيره، كونوا على يقين هذا. يعني الظلم لن يدوم، وإذا دام لم ينفع. دائما أن الظالم يكون تدميره في تدبيره. يعني هذا احنا دابا في هذه السلسلة من هذا الموضوع، هذا كيف انقلب مشكل المحتجزين في تندوف من حجر في صباط المغرب إلى مسامير في صباط الجزائر، وكيف أن سبب هلاك الجزائر سيكون الصحراء الغربية، وكيف أن سيمكن الله هؤلاء المحتجزين من تحرير الصحراء الشرقية وإعادتها إلى وطنها الأم المغرب معززين مكرمين بصحرائهم الشرقية مضافة إلى الصحراء الغربية إلى وطنها الأم المملكة المغربية الشريفة. هذا ترتيب رباني لا بد أن يسير على هذا النهج، لا بد، هذا ترتيب رباني، كونوا على يقين. هذا هو الذي سير كل الأحداث سواء التاريخية أو الحالية أو المستقبلية تدل على ذلك، كونوا على يقين. لأن ما دم من حفر حفرة لأخيه سقط فيها، وما تدمره لأخيك يعني لا تبتغي الشمة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، كونوا على يقين. ما دم كل هذا الأمور انقلبتوا بهذا الشكل، والغالب في الأمر هو المبردعين اللي مازال كيصدقوا أن سبب المشكل هو التطبيع، التطبيع هي الله يبدأ يوم عامين أو ثلاث سنين واش من تطبيع، وإحنا ننفرد قاعد التطبيع. ما دركم أنتم في التطبيع؟ ماذا أنتم أدركم منا في التطبيع؟ هل هاجمناكم؟ هل ساندنا جماعة المسلحة تقاتلكم؟ أنتم ساندتم جماعة المسلحة تقاتلنا، تقاتل المغرب، ساندتم يعني ساندتم واحد يعني ومولتوا وصرتوا، فتطلع لي وتقول لي في اللايف وتطلع تقول لي أنا سبب المشكل هذه هو التطبيع. على من بقى تنطوي هذه الحيلة؟ هذه حيلة لم تبقى تنطوي حتى على المغفلين. أما المبردعين فهم مبردعين، وكلمة المبردع راه كتعرفوا أشنا المعنى ديالها. هذا يعني هذا اللايف القصير وأردت به جوابا على من تسأل البارح بعد أن كنا في لايف بت مباشر ونناقش مع الأخوة الجزائريين بشكل صريح. هما يدافعون على الطروحاتهم ونحن ندافع على الطروحات، تطلع آخر قال لك واش عرفتي أشنا سبب المشكل وهو التطبيع، كأن المشكل بدأ مع التطبيع. يا سيدي أين هي حرب قالة الأولى والثانية؟ أين هي الهجومات اللي كتظلموا البوليزاريو تسلحوهم؟ فراه الله سبحانه وتعالى ما نصرنا عليكم إلا بسبب ظلمكم لنا، لأن الظالم ما عمره غادي ينتصر، الظالم ما عمره غادي ينتصر، والمظلوم خاصة إذا مشى بطرق الهدى لابد الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يهيئ له الأسباب للنصر وأن يهيئ سبب للتمكين. وهذا الذي وقع للمغرب والحمد لله. المغرب في صحرائه يتمتع بها ويسيرها ويبني ويشيد، وهذا أنتم لا كل ما قمت به. هؤلاء الجزائر ليس غير حبا في البوليزاريو، بل هي مجرد عدوان للمغرب. ياريتكم تقولوها وما تبقوش تعذروا بالتطبيع أو شي حاجة أخرى، قولوا نحن أعداؤكم صراحة. ماذا يكون إلا كبرت غد ضرب واحد 10 سنين ولا 20 سنة ديال الحرب المقاتلة وغادي تنتهي لأي جهة من اتجاه، ماشي مشكل. والظالم راه الله سبحانه وتعالى سينتقم منه عاجلا أم آجلا. هذا هو المقصد من هذا اللايف القصير الذي أردت به جوابا على ما وقع لنا في البت البارحة عندما كنا في لايف مناقشة أخوية
بين الجزائر والمغاربة، فإذا طلع واحد المبرداعين ويقول واش عرفتوا السبب منين جاي، وهو التطبيع، كأن يعني من اللي بدا المغرب دخل الصحراء ديالو، كأن من وقع في المسيلة الكحلة اللي طرد 350 ألف من المغاربة من الجزائري، كأنه كان تطبيع، كأنه عندما المغرب هيئ المسيرة للمسيرة الخضراء لتحرير الصحراء كأنه كان تطبيع. التطبيع ما تسمونه التطبيع هو علاقة دولية ذات مصالح، ذات مصالح السياسة مصالح. وأقولها لكم وأقول لكل من يستمع الآن معنا في اللايف، أن الحكام الجزائريين يسيلوا ريوقهم على أن يكونوا مطبعين، ريوقهم كيسيلوا باش يكونوا مطبعين، وهذه الحقيقة. كما كان الحسن الثاني عندما اتهموا بأنه كان تلقى شيمون بيريز، قال شحال من واحد سالوا ريوقو باش يتلقى بشيمون بيريز، شحال من واحد سالوا ريوقو باش يتلقى بشيمون بيريز. أنا لا لست من المؤيد لهذه المسائل، ولكن هي الجواب على هؤلاء المبردعين أن السبب هو التطبيع. قولوا صراحة أن نعاديكم أيها المغاربة، خرجوا من روندا ديالكم، علاش بقاو مخبيين؟ قولوا نحن نعاديكم، نحن نعاديكم، أنتم أعداؤنا. صافي، هذا هو المكس اللي كتقول، أما تبقى تبرع لي بالتطبيع أو لا شي حاجة، هذا شيء غير معقول وغير منطقي. المهم هذا ما أردت أن أقوله في هذا اللايف القصير جوابا على هذه الطرهات، وأن في هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة، لأن لضيق الوقت درت هذا البث القصير فيما يخص السلسلة هذه، كيف انقلب مشكل المحتجزين في تيندوف من حجر في صباط المغرب إلى مسامرة في صباط الجزائر، وكيف ستكون مشكلة الصحراء الغربية هي سبب هلاك الجزائر، وكيف سيمكن الله هؤلاء الفئة المحتجزين في تيندوف من تحرير الصحراء الشرقية المغربية وإعادتها إلى وطنها الأم المغرب، وبذلك نطلق عليهم مخيما تعز الكرامة. هذا ما أردت أن أقوله في هذا اللايف البث القصير، لأنه البارح تمكنت باش أنني نقطع اللايف، نقطع البث، نقطع عليه قطعة الراسي بسبب ذلك المبردع الذي ظهر ويقول أن سبب المشكل يعني هو التطبيع، كأن المشكل بدأ من البارح فقط مع التطبيع. اتقوا الله، إذا كنتوا تعرفوا الله ما يمكن أن تعرفوا الله، غادي تعرفوا تتعرفوا في جهنم. السلام عليكم.